إلى رسائل هذه الحلقة رسالة وصلت إلى البرنامج من القصيم، وباعثتها إحدى أخواتنا من هناك تقول أم صالح. أم صالح تقول في أحد أسئلتها: إنني أحيانا أشعر بهموم الدنيا وأحس أن الحياة ليس لها معنى كلما تذكرت الموت وهادم اللذات، لأن كل شيء في هذه الدنيا زائد، علما بأنني أصوم وأصلي وأقرأ القرآن، فبماذا تنصحونني؟ جزاكم الله خيرا. الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، فقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم بتذكر الموت، فقال عليه الصلاة والسلام: تذكروا هادم اللذات، يعني الموت، فإنكم لا تذكرونه في قليل إلا كثرة، ولا تذكرونه في كثير إلا قللة. فتذكر الموت يوجب الاستعداد بالعمل الصالح والتوبة إلى الله والخروج من المظالم، ففيه مصالح. والغفلة عن الموت تسبب أن الإنسان يتكاسل عن الطاعات أو يتمادى في المعاصي، فيأخذه طول الأمل والاغترار بالحياة الدنيا إلى أن يستمرئ المعاصي ويتكاسل عن الطاعات. لكن إذا وصل التفكير بالموت إلى حد الوسوسة فهذا أمر غير محمود. إذا وصل إلى ما ذكرته سائلة من أنها تشوشت عليها حياتها، ترادفت عليها همومها، فهذا من الشيطان، على وسواس. فتستعيذ بالله من الشيطان وترفض هذا الشيء. والموت كما قال الله تعالى: كل نفس ذائقة الموت، الموت لا بد منه، ولكن الشأن في الاستعداد للموت، تذكر الآخرة، توبة من الذنوب، بدون أن يدخل الإنسان في متاهات الوساوس والشكوك والأوهام وينزعج في حياته، ولا يتلذذ بالراحة ولا بالأكل ولا بشرب. هذا شيء غير محمود، وهذا من الشيطان. نعم.